في موضوع تاني اتمنى يعني انا ما كنتش بطلع مع حضراتكم اليومين اللي فاتوا. طلعت من يومين ثلاثة كده اتقال في بيان من وزارة الشباب والرياضة على ان أدانة اتحاد كرة القدم وأدان يوم الخميس أدان البيان اللي خرج من وزارة الشباب والرياضة أدان اتحاد كرة القدم المصري، وطالب الاتحاد المصري او من المفترض ان احنا ننتظر ان الاتحاد المصري ان هو يعاقب من اخطأ داخل الاتحاد بناء على تقرير لجنة عدم الشفافية والفساد اللي هو كان من كام يوم. هل ده هيحصل؟ هل هننتظر ده كتير يا اتحاد كورة؟ معرفش. استاذ جمال علام مساء الفل، زي حضرتك يا فندم، حضرتك من الشخصيات المحترمة جدا، اتمنى ان حد يقول لنا هل سيتم عقاب من اخطأ بناء على تقرير من وزارة الشباب والرياضة، تقرير لجنة شكاوى عدم الشفافية والفساد، طلعت تقرير وأدانت اتحاد كرة القدم أو الإدارة التنفيذية في اتحاد كرة القدم. الإدارة التنفيذية دي تحت مين يا فندم؟ تحت مجلس إدارة الاتحاد. إذن أنا هوجه كلامي للأستاذ جمال علام. يا أستاذ جمال، رئيس الاتحاد المصري المنتخب لكرة القدم، من فضل حضرتك يا فندم تقول لنا هل سيتم عقاب من أخطأ في صالح مصر أو في حق مصر وفي حق النادي الأهلي أو في حق الكرة المصرية وفي حق النادي الأهلي، ولا الموضوع هيعدي والسلام؟ ها؟ حد يرد عليا؟ أتمنى. يعني وزارة الشباب والرياضة أعلنت بيان، والبيان قال كده، مش إسلام، مش أنا ولا النادي الأهلي اللي قال، الوزارة المسؤولة قالت كده، وهي جهة الاختصاص وجهة محايدة، ولا ليا ولا معايا ولا مع حضرتك. حققت، وده كان نتيجة تحقيقها. فهل من المفترض ان انا انتظر كام سنة ولا كام يوم ولا كام شهر ولا كام اسبوع؟ انا هطلع كل يوم اسأل حضرتك اذا كان هناك مخطئ على حسب بيان لجنة وزارة الشباب والرياضة، هو من الإدارة التنفيذية، لم تسمي لجنة الشباب وزارة الشباب والرياضة من مخطئ في اللجنة التنفيذية أو في الإدارة التنفيذية في الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب الإدارة التنفيذية دي مدير تنفيذي وتحتي ناس. طيب حضرتك كمجلس إدارة من الممكن أن أنت تحقق، وأتمنى أن يكون هناك شفافية في هذا الأمر، وتطلع تقول لنا والله إسلام ده مخطئ، محمد، علي، وليد، حسين، أي حد، وإحنا هنعاقبه بالشكل الفلاني. بس أتمنى إذا ده حصل أن تكون عقوبة تتناسب مع إهدار حق الرياضة المصرية في تنظيم نهائي دوري الأبطال، وإهدار حق النادي الأهلي في تنظيم نهائي دوري الأبطال على ملعب، أو لعب هذه المباراة على ملعب محايد. أتمنى أن حد يرد علي. كل يوم هسأل يا أستاذ جمال، هحط لكم هنا تايمر كده، اللي هو اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لأنه هو ايه المطلوب اكتر من ان وزاره الشباب والرياضه تعمل كده، تقول تطلع هذا البيان. طلعت هذا البيان، خد راي، خد دورك بقى. حضرتك اتحاد منتخب علشان تقول لنا، او الانديه انتخبت حضرتك علشان تجيب لنا حقنا، تجيب للانديه حقها. يا فندم انا حقي ضاع. هل سيتم عقاب المسؤول، او هتقول لي مين المسؤول ويتم عقابه، ولا على الدنيا السلام موضوع انتهى؟ موضوع اذا كان انتهى بالنسبه لك، انا بالنسبه لي مش هينتهي، بالنسبه لجمهور النادي الاهلي صدقني محدش هينظر لمثل هذا الامر، او حد هيترك هذا الامر. استاذ جمال، اتمنى ان حضرتك ترد علينا.